أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله
تحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تعظوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجا من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق الله.